داز الحمد لله بخير. كيما شفتو زعما صراحه كان جلسه استماع عاديه. حنا الملف دابا راه بيد القضاء، حنا راه زعما كنامنوا بمؤسسه القضاء في البلاد ديالنا، مؤسسه مستقله. وكما شفتو راه الطلبه راه ما داروا حتى شي حاجه، الوقفات ديما كيكونوا سلميه، فيهم شعارات ما تيمسوا حتى شي واحد. وكنتمنى ان هادشي ما يتعاودش مره اخرى، لحقاش كما ما خصناش نساقوا لشي حوايج اللي ماشي هما هذوك. لحقاش كما كنقول نعاود ناكد على ان الطلبه كيديروا وقفات سلميه، راه ما والو لابس البلوز ديالو، ولا شفتوا الفيديوهات راه الطلبه لابسين البلوز ديالهم. اما حنا ما بغيناش نهينو زعما الصوره ديال الطبيب المستقبلي في البلاد ديالنا، ولهذا ما كنتمنوا ان المسؤولين يلقاو لنا واحد الحل باش ان هذه الازمه تسالي دغيا، حيت ما يمكنش نفوتوا راه حنا 10 شهور دابا، ما يمكنش نزيدوا نعمقوا في الازمه ونعمقوا في النزيف زعما. وانا تيجيني اكبر مشكل واكبر زعما ضرر من هذا الاضراب هذا، هو ان الطلبه زعما زعما يكون واحد عزوف على المهنه هذه، ولا يفقدوا الحب في المهنه. لحقاش الطب حنا كاملين درناه عن حب، وكنتمنى ان هذا الحب يبقى عند الطلبه كاملين ولا عند الاطباء المستقبل، لانهم هما اللي غادي يداووا المواطن المغربي مستقبلا، وهما اللي غادي نزيدوا بالمنظومه الطبيه وبالورش الملكي. وكنتمنى انه يكون خير ان شاء الله من المستقبل القريب. المطالب ديالنا صراحه متشبتين بها، لحقاش مطالب عادله مشروعه. ما شوف زعما باش تعرف انه كون كان زعما شي حوار اللي يكون جاد راه غادي يلقاو حل. حنا كنتمناو من السيد الوزير، نقدروا نكونوا غالطين في شي حوايج، يقدر يكون هو غالط في شي حوايج، نجلسوا على طاوله الحوار ويكونوا معنا ناس تقنيين واساتذه ونناقشوا ونلقاو حل. اما لقينا هكا ما غاديش نلقاو حل في القريب العاجل، لحقاش كما قلت الحوار هو اساس كل الحلول. والحوار كيكون زعما كيكون في الهدوء، ما يمكنش نديروا شي حوار وسط الازمه والوالدين وسط حدا المحكمه كيتسناو الطلبه. هادشي ما خصوش يكون. حنا كنتمناو ان حتى الجامعات ما يبقاوش يزدوا علينا زعما الابواب، باش الا كان شي احتجاج يكون وصل الجامعه ونتفادوا حنا كاع هاد المشاكل. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.